السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع الطبخ الصحي اللي ما شاء الله غادي نشوفوا الطاجين، غادي نديروه بالدجاج البلدي وبطاطا الحلوة ومطيشة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم هذا الاقتراح اللي هو عبارة عن طاجين بالدجاج البلدي والبطاطا حلوة. هو الصراحة ما كنتش غادي ندير فيديو، لكن حتى وصلت تقريبا لنصف ديال التحضيرات وقلت علاش لا نعطيو هذه الفكرة هذه ديال الطاجين، لان الطاجين المغربي غالبا كيدار بالبطاطا وبالخضر اللي هي معروفه. كاين خضر اللي كتكون موسميه واللي بزاف الناس ما كيديروهمش في الطاجين، فان شاء الله هذه غادي تكون فكره للطاجين المغربي باش نقدموا بزاف الانواع ديال الطاجين. هنا عندنا في الطاجين الدجاج بلدي، ها هو هنايا الصدر ديال الدجاج بلدي، درنا معاه البصله لتحت، فرشنا له البصله وزدنا هنايا البطاطا الحلوه مقشره وزدنا دوائر ديال الطماطم. علاش زدنا الطماطم؟ لان البطاطا الحلوه كتكون فيها الحلاوه، كتكون فيها واحد الطيبه ديال الحلاوه، والمطيشه كتمشي مع داكشي اللي حلو اللي معسل. بالنسبه للتوابل غادي درنا شويه ديال الملحه وشويه ديال السكنجبير مع الدجاج لداخل. دابا ان شاء الله غنزيدو التوابل الاخرى اللي غادي تكون هي الابزار والسكنجبير والخرقوم وقعقله وبسيبيسه والملحه على حسب الذوق. هنا من زدنا التوابل ديالنا، ها هي قعقله هنايا، وهنايا طريف ديال بسيبيسه، ها هو هاد التوابل هذه اللي درنا دابا هي واحد التوابل اللي هي مسخنه فصل الشتاء وفصل الخريف اللي حنا فيه، فهاد الطبق هذا هو مناسب جدا لهاد الفصل هذا. وحتى ايضا حنا كنبغيو نديرو اطباق اللي تكون كتوجد بسرعه، يعني اطباق اللي سهله، لان كنعرفوا ان دابا كلشي مابقاش عنده الوقت وكلشي كيبغي يدير اطباق اللي سهله، وكيبغيو الناس يمشيو ياخذوا لي فاست فود كيقول لك ما عندهمش الوقت باش يديروا هاد الاطباق. بينما هاد الطبق هذا مثلا كيوجد في ربع ساعه ما كاملاش. الدجاج كيكون عندنا شاريينو، الخضر دغيا كتقطع. هنايا درت بطاطا وحده كبيره، هاد الطاجين هذا لجوج اشخاص، ودرت هذا الصدر ديال الدجاج بلدي وواحد الحبه ديال الطماطم، يعني العشاء هذا درته. غادي نزيد دابا نكمل ان شاء الله البقيه ديال التحضيرات باش نشوفوا المراحل المواليه. نطلع على الطاجين ديالنا نشوفوا كيبقى كيولا. دابا ها هو الطاجين ديالنا كيطيب، ها هو باقي خصو شويه ديال الوقت، باقي تنشف ديك المويه اللي فيه ويتعسل مزيان. مطيشه ديالنا بدات كطيب، بطاطا حلوه حتى هي، ونخليوه دابا يكمل طياب. الطاجين ديالنا منين كيوجد هو هذا، غادي نحلوه دابا ان شاء الله نشوفو كيفاش جا. ها هو الطاجين ديالنا كيجي طايب ومعسل مزيان مزيان، والمريقه ديالو واقفه، وبالنسبه للمذاق كيجي لذيذ جدا، كيجي معسل فيه الطيبه ديال الحلاوه، والطيبه ديال الحلاوه كتمشي مع الدجاج بلدي واي حاجه بلديه كيمشي معاها الطيبه ديال الحلاوه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه ويعجبكم وتقدموه ان شاء الله بالصحه والراحه. واذا كنتو كتهتموا بهذه الانواع ديال الطبخ المغربي الاصيل والصحي، ما عليكم الا انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله وصفات اخرى عديده وشي حاجه اللي ان شاء الله غادي تكون من التراث ديالنا واشياء مبتكره ايضا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.